السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام أينما كنتم، مرحبا بكم من قناة الغرن الإفريقي في برنامجكم أضواء على الغرن الإفريقي. مشاهدي الكرام، يسرنا اليوم أن نتحدث في حلقة عن الأوضاع السياسية الراهنة في السودان من مكتب الخرطوم، أقدم لكم أنا عوض فلسطيني بحضرة ضيوف الدكتور المقداد أدم طاهر، وهو الباحث في قضايا المجتمع، هو يشاركنا الآن مضيف عزيز علينا من القاهرة، كما يشاركنا أيضا الأستاذ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد أبو زيد كرام، هو يشاركنا الآن من تركيا. مع ضيوف الكرام سأتحدث عن الكثير من القضايا التي تهتم بالراهن السياسي الآن، وتفكيك بعض العبارات أو المصطلحات اللي ممكن تكون إلى حد ما عصية على الراهن السياسي الآن في إطار الشراكة التي حصلت فيها كثير من الإشكالات وتصدعت إلى حد ما، وفي ظل الشارع متصاعد الآن بمليونيات يوم من بعد الآخر، كذلك في ظل وجود كثير من حالات الاستشهاد وسط الشباب الذين يخرجون في هذه التظاهرات. نتحدث عن هذا الراهن السياسي، وكأنما الأفق السياسي لدى القوى السياسية كلها في السودان إلى حد ما قد أصابه شيء من الثبات، لأنه كل المبادرات التي قدمت في الساحة السياسية لم تجد حتى هذه اللحظة أذن صاغية أو تجد طريقها للمشاركة. مع ضيوف الكرام سأتناول هذه القضايا وموضوعات أخرى ربما يكون لها علاقة بدول الجوار، كذلك نتحدث فيها حول مجريات الأحداث في الغرب الأفريقي. مرحبا بك أستاذ محمد أبو زيد كروم. مرحبا بك أستاذ عوض، ومرحبا بمشاهديك الكرام. كذلك أرحب دكتور مداد، مرحبا بك. وعليكم السلام أستاذ عوض، مرحبا بكم. بداية أبدأ مع ضيفي دكتور مقداد، وأنت كباحث في قضايا التحول الديمقراطي بالتحديد يهمك الآن ما يجري في السودان وتتابعه ربما يكون عن كثب. كيف تقرأ الوضع السياسي الراهن الآن في السودان في ظل هذه التعقيدات وفي ظل الإشكالات الكثيرة التي ضربت الحاضنة السياسية ومساحة التلاغي التي تلاشت إلى حد كبير بين مكونات العمل السياسي الآن في السودان؟ طيب، في الأول أرحب بك الأستاذ عوض وبضيوفك الكرام وبالإخوة المستمعين المشاهدين للبرنامج المفيد جدا. بالنسبة للحالة السودانية، نحن طبعا أمام حالة ثانية من التاريخ، يعني لأنه نحن في السودان دائما زي ما قال أرسطو التاريخ دائري، فنحن الآن في مرحلة دوران التاريخ للنقطة الأولى اللي بدينا فيها اللي هي مرحلة الحكم، ممكن نقول عليه الحكم الشمولي يعني، لكن بصورة مختلفة، يعني نقول حكم شمولي بمعايير القرن 21 الآن. للأسف السودان الآن في مرحلة بتاعت احتقان كامل. الجناح المدني اللي هو الموجودين في على الجانب الآخر من المعادلة السياسية، هم ما قدروا يفهموا كيف يجري التاريخ في السودان، ما قادروا يفهموا التحولات الاجتماعية اللي حصلت في السودان طوال الفترة ما بعد الاستقلال لغاية الآن، وبيحاولوا يعالجوا المسألة السياسية بنفس الأدوات اللي كان بيستخدموها قبل 30 أو 40 سنة، بالرغم من المعطيات كلها تغيرت، يعني المعطيات الاجتماعية، المعطيات السياسية، معطيات الواقع الإقليمي المحلي والواقع الدولي كلها تغيرت، لكن للأسف هم ما زالوا أسيرين في نفس المعادلات القديمة، ويفتكروا أنه هي قد تكون ناجحة لتجد إجابات أسئلة اليوم. ومن الواضح أنه هذا ما قاعد يحصل الآن، يعني لأنه نحن الآن مع معادلة صعبة جدا. الآن في دولة، الإنقاذ خلف الدولة كبيرة، دولة ضخمة جدا، هي أكبر من قدرة بعض الآن متصيدي المشهد، أكبر من قدرتهم على إنه هم يحيطوا بهذه الدولة. يعني كمثال بسيط، أنا لما الإنقاذ لما جاء 89 مذكرة الجيش، لما قدمت مذكرة الصادق المهدي، كان بيتكلم عن إنه الجيش كله كان عنده طائرة واحدة لنقل المقاتلين ولنقل التشفين لغيره، وكان 50% من العتاد بتاعه كان قضي عليه،
وما كان عندهم أي قدرة على أنهم يستقطبوا دعم عسكري، لأنه كل دول الجوار كانت ضد الحكومة السودانية. المقاتل الآن لما جاءت خلت مصنع مثلا مصانع للتصنيع الحربي تستطيع أنها تقدم الخدمات اللوجستية للجيش من البارود لغاية الطائرات الدرون، وده كان عصي جدا على انه هم يفهموا المساله. ده في قطاع واحد، يعني في قطاعات اخرى، قطاعات التعليم، قطاعات العصرنه والتحديث للمجتمع. زمان الدوله كانت مركزيه بامتياز، طبعا هي ما زالت الان دوله مركزيه، لكن زمان كانت مركزيه بامتياز. يعني زمان الناس الموجودين في الاطراف وفي القرى ما كان عندهم شان كبير بالسلطه وما يحدث فيها، وما كان عندهم اهتمام كبير بما يحدث في الخرطوم، إلا في المواسم الدورية اللي كان بتحصل لما هي الرموز بتاعتهم طالبين أصواتهم في انتخابات وغيرها. لكن الآن كل الأطراف تعي تماما مسألة السلطة، لأن الإنقاذ بتقسيم السودان ل 186 محلية 26 ولاية. أي قرية تقريبا الآن تعرف كيف تمارس السلطة وعارف هي عايزة شنو من السلطة، وأصبحت تطالب بقسمتها من مسألة السلطة دي. يعني فمسألة إنه السودان يتم قيادته في الدولة المركزية كما كان زمان، الآن مسألة تغيرت برضو بصورة كبيرة جدا. وللأسف الإخوة برضو الموجودين يعني ما قادرين يعرفوا المسألة دي لغاية الآن. هم يفتكروا إنه بعض الأحداث التي تدور في الخرطوم بإمكانها إنه ترصد المشهد في السودان كله. الآن المسألة دي واضح إنها هي خطأ كان. جميل. نعم. جميل دكتور مغداد، دعني أنتقل إلى الوزارة الصحفي الأستاذ محمد أبو زيد كرام من تركيا. أستاذ محمد، أستاذ دكتور مغداد ذكر أن القوى السياسية لم تستفيد من التاريخ الطويل الذي يعني مضى، وهناك تجارب مماثلة بل هي الآن تكرر. أيضا هناك إشارة على اتساع رقعة الوعي والحكم الفيدرالي الذي جعل عامة الشعب السوداني الآن ينظر لكل هذه المستحقات من باب الحقوق الأصيلة اللي ممكن تكون موجودة متاحة. كيف تقرأ أنت هذه الإشارات، وهل فعلا الغوة السياسية لم تستطيع أن تستفيد من هذه التجربة الكبيرة حتى يعني تتقدم خطوات نحو الوفاق السياسي الذي نحتاجه بشدة الآن؟ حقيقة أعتقد ما قاله الأستاذ المغداد وما أشار إليه في كثير من الصحة، يعني لاعتبار نحن السودانيين أو السياسيين السودانيين على وجه التحديد أصحاب ذاكرة سمكية يتناسون الماضي ولا يبنون على الماضي، بل كل ما تجي مجموعة أو جهة عايزة تقضي على المجموعة السابقة. يعني لو جينا نتكلم على التغيير أو الانقلاب أو سميه ما شئت، هو في النهاية تغيير حدث لمنظومة حكمت لثلاثين عام، حكمت بلد كانت موجودة، اختلفنا واتفقنا في تفاصيلها يعني. طيب المجموعات اللي جات دي هي مجموعات سياسية أحزاب، يعني جاءت أحزاب اليسار في غيو الحرية والتغيير، أقامت شراكة مع المكون العسكري أو المنظومة العسكرية الموجودة. شراكة هي ذات أصلاً غريبة، يعني غريبة التركيب في أنك أنت تقيم بعد فترة انتقالية تقيم شراكة لمدة 3 أعوام ونصف لفترة انتقالية، دي ما حدثت في تاريخ العالم، فدي عهد انتخابية كاملة. هي قيلت أنها بحكم محاولة التغيير الطبيعي عشان تقدر تقضي على المنظومة السابقة وتبني لواقع جديد، لكن ما خلف ذلك هو شراكة لتقاسم السلطة. طيب النقطة الرئيسية والأساسية إنه المجموعة اللي حكمت في غوة الحرية والتغيير، المجموعة اليسارية والعلمانية التي حكمت بشراكة مع العسكر، ما حاولت تبني على الواقع الموجود سلبياته وإيجابياته، بل غفزت لتنبذ وتسيء وتهاجم كل الذي مضى باعتباره شيء سيء بالإطلاق، وده خطأ كبير. على سبيل أنك أنت تبني لواقع جديد لازم تراعي لحاجات كثيرة، تراعي لخلفيات حتى المنظومة السابقة دي. يا أخي تعال أنت كرجل سياسي أو كمنظومة سياسية راشدة تكلم عن سلبيات وإيجابيات، تكلم عن إصلاح، لكن أنت عايز تجي تقول كل المنظومة، كل الذي حدث في 30 عام هو شر محض. أنا أفتكر أنه ده خطأ كبير.
الخطأ الكبير ده ما انبنى على ذلك، وده في فهم التركيبة السودانية. المجموعة دي جات حكمت وهي لا تفهم شيء عن التركيبة السودانية، لا التركيبة المجتمعية لا الاجتماعية لا السياسية لا الثقافية لا الدينية لا العسكرية لا الأمنية لا الجغرافية. جاءت وهي لا تدري، مع انها هي موجودة، هي منظومات موجودة في السودان، لكن لأنه بعيدة من الحكم ومن معرفة خبايا الحكم. جاءت في عامين وعامين ونصف من الوثيقة الدستورية، حتى الآن فشلت فشل ذريع. أين فشلت؟ الواقع الذي نعيشه الآن في السودان، هذا الواقع الذي نعيشه واقع مر وسيء وإخفاق كبير. فشلت لأن الشراكة فعليا انهارت وتدمرت، وأصبح السودان الآن في مفترق طرق، حتى الشراكة التي تمت انهارت. لماذا؟ لأنه المجموعة التي تحكمت في المشهد السوداني هي لا تفهم شيء عن الواقع السوداني بكل تعقيداته، لا القوة السياسية الحية ولا القوة السياسية التقليدية ولا التفاصيل الأمنية ولا التفاصيل العسكرية ولا شيء. أستاذ زيد، دعني أقاطعك في هذه النقطة. هو كثير من المراقبين الآن يرى أن ما ذهبت إليه من حديث ربما يكون يتحمله هو النظام البائد نفسه، هو الذي قسم هذه القوى السياسية، هو الذي حرمها من التجربة السياسية الكبيرة التي يمكن أن تجعلها ناضجة وراشدة لتتولى زمام الأمر، وبالتالي الآن هي وجدت نفسها هكذا بلا تجربة بلا رصيد سياسي، والسبب طيب يرجع للنظام البائد نفسه. يعني نعم، ماذا تقول؟ انا لا ادافع طبعا عن النظام السابق وانا لست جزءا منه، لكن انا اقرا المشهد بكلياته كمواطن سوداني، هذه النقطه الاولى. طيب القوى السياسيه الموجوده دي، في قوى الحريه والتغيير، اذا كانت المشكله والاشكاليه هي الممارسه السياسيه، فهي كانت متاحه في الانغاز وفي عهد الانغاز وفي عهد الرئيس البشير بشكل كبير جدا عن الذي فعلوه هم في سنتين من الحكومه وسنتين ونص. المجموعات دي شاركت في اتفاق نيفاشا جزء كبير منها، وشارك في برلمان الانغاز، ومارس الحياه السياسيه داخل السودان بحريه كامله. الحزب الشيوعي كان يقيم المؤتمرات العامه بتاعته في قاعه الصداره، دور الاحزاب كلها البعثيين والناصريين وهلم جره كلها مفتوحه في الخرطوم وتمارس نشاط السياسي، بل النظام السابق كان يدعوهم دائما للمشاركه حتى وهي مشاركه شكليه، فهم موجودون. طيب المجموعات التي اختلفوا معها او التي يختلفون معها ايديولوجيا بعد ما جاءوا للحكم، ابعدوها، اقصوها، صادروا حاجاتها، ابعدوها من الحياه السياسيه، شردوا قياداتها، هم الذين فعلوا ذلك. الانغاز لم تفعل شيء مقارنه بما فعلوه هؤلاء، بل فتحت لهم الحياه السياسيه وكانت تدعوهم، لكن لانهم متمسكين بمشاريع لا يمكن ان يقبلوا ان يكونوا جزء من مشروع وطني. فما كان في السودان هو مشروع وطني، ولو اختلفنا مع التضييق ومع بعض الافعال لمنظومه حكمت، فدي شيء طبيعي. فانا افتكر انه يحمل الذنب او يحمل المسؤوليه للمنظومه السابقه او النظام السابق، هذا ليس صحيحا من واقع التجربه او من واقع ما شاهدناه. يعني وضحت الفكرة أستاذ محمد أبو زيد. دعني أنتقل للدكتور مقداد أبو طه. دكتور مقداد، إلى حد كبير ربما يكون الآن الأستاذ محمد أبو زيد كروم يتحدث في هذه التجربة أن هذه القوة السياسية نفسها كان ما هي عاجزة رغم وصولها، لم يكن لها ما تقدمه إيش على الساحة السياسية. مقداد، كنت تسمعني الآن تتابعني، في بداية هذه الثورة تحدث الكثير أن السودان وقع في إدارة المحاور والمشاركة التي يمكن أن تكون جعلته تحت عدد أو تحت ضغط عدد كبير جدا من المحاور الإقليمية والدولية. هذه المحاور فشلت في بدايتها أن توجه البلاد إلى وجهة محددة وفق معطيات الفترة الانتقالية. من باب المتابعة والتحليل، تفتكر لماذا يعني ظلت عاجزة هذه المحاور حتى هذه اللحظة في ظل السودان اليوم أكثر حوجة لهذه المساعدات حتى يخرج من هذا النفق المظلم وإكمال الفترة الانتقالية بسلام دخول إلى فترة انتخابات قادمة؟ طيب أنا قبل أعلق على سؤالك الأخير، خليني برضو أعلق على الكلام اللي تفضل به ضيفك الكريم الأستاذ محمد كروم في نقطتين. يعني النقطة الأولى، المدخل لحل المسألة السياسية في السودان عند الجناح اللي موسوم بأنه هو مدني، للأسف التوصيف بتاعه دائما بيبدأ بأنه نحن مشاكلنا بدأت من 30 عام، وطبعا ده مدخل خاطئ لإدارة الأزمة السودانية كلها، لأنه نحن الإشكال بتاعنا في الدولة السودانية بدأ منذ ما قبل الاستقلال. التاريخ السوداني أخبرنا بأنه كان في مشكلة كبيرة جدا في تكوين الدولة السودانية، اللي هي أصلا تكونت
وفقا لترتيبات استعمارية يعني زي بقية الدول الأفريقية كلها. والشعوب أو الأقوام زي ما بيقول منصور خالد بتاعنا السودان ما تم توحيدهم على أسس موحدة وعلى أسس منطقية. يعني عندنا نحن مناطق زي دارفور مثلا لغاية 1910 1920 لم تكن جزءا من الدولة السودانية. جنوب السودان لغاية خروج المستعمر لم يكن جزءا من الدولة السودانية بصورة كاملة، لأنه نحن نعرف أن قانون المناطق المقفولة كان يفصل السودان تماما عن جنوب السودان، يعني شرق السودان بنفس المسألة. لغاية الآن بعضهم يرى أنه ينتمي إلى الإقليم الشرقي، يعني أقصى الشرق ما ينتمي إلى السودان. فالدعم لأنه مشاكل السودان بدأت منذ 89 دعم خاطئ ومحتاج إلى مراجعة. أنا معك طبعا في أنه فشل الأحزاب السياسية يعود بشكل كبير طبعا إلى نظام حاكم 30 عام، نظام شمولي، ونظام كان عنده برامج لتغيير المجتمع. الإنقاذ لم تكن برامجا سياسيا فقط، الإنقاذ كان مشروع كامل لتغيير المجتمع، ولذلك كان من العسير على بقية المشاريع الثانية إنها تعمل في وجود مشروع يستخدم أدوات الدولة ومشروع بالقوة والعنفوان بتاع الإنقاذ يعني. فلذلك الأحزاب قد يكون عندها بعض العذر، إنه بالفعل نحن عشنا عشرية أولى سيئة جدا جدا، عشنا عشرية ثانية رخاء واقتصاد، وعشنا عشرية ثالثة عاش ضعف الدولة يعني بالتوصيف اللي قاله العلامة ابن خلدون. لكن الإنقاذ لم تكن تسمح، وده مش من طبيعة الإنقاذ، ده من طبيعة الأنظمة الدكتاتورية في كل مكان في العالم. هي دائما تدخل بمدخل لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولذلك الأحزاب كان من العسير عليها أنها تشتغل بثقافة قصوى، لذلك هي كانت في حالات بتحكمون. الآن الأحزاب تحتاج إلى وقت كبير جدا لاستعادة عنفوانها ولاستعادة عضويتها ولاستعادة قدرتها على قراءة المشهد بصورة كاملة. هي كانت موجودة في قمقم، والآن خرجت وفوجئت بضوء الشمس في عينيها، يعني فهي ما قادرة ترى المشهد بصورة جيدة يعني. عودة إلى سؤالك بخصوص المحاور الإقليمية، في مشكلة الآن العالم بعد نهاية الحرب الباردة ظهرت مصطلحات سياسية جديدة، أهمها مصطلح الإسلام السياسي. طبعا بعد نهاية الحرب العالمية ظهر مصطلح الشمولية، واللي كان بيتمثل في الوقت ذاك روسيا والصين وغير الدول الدكتاتورية. بعد الحرب الباردة انتهت ظهر ما يسمى مصطلح الإسلام السياسي، والخطة في الإقليم والخطة في العالم كله كان، لأن العالم كان بيتكلم إنه وصل إلى نهاية التاريخ بالمسألة بتاعت الرأسمالية الليبرالية الديمقراطية، وجود الإسلام السياسي كان وجود مهدد لأي مشروع غربي في المنطقة. الروافع الإقليمية الموجودة إذا كانت المنطقة الدولة العربية السعودية ومصر والإمارات عندها مصالح مباشرة في أنه تستفيد من المشروع العالمي اللي بيستهدف الإسلام السياسي والشعوب الحرة. الإسلام السياسي طبعا هو الآن أصبح قميص عثماني، يعني يرفع الناس ويشي كل من أبى ورفض. السودان بطبعه هو حاضنة طبيعية لمسألة الإسلام السياسي بالتعريف العادي للشائع، يعني الإسلام الذي يريد أن يحكم، الإسلام الذي يريد أن يكون موجود في الحياة العامة يعني، وهو المشروع المغاير، المشروع العلماني الغربي اللي ظهر في أوروبا بعد في نهاية السبعينات الماضية يعني. محاولة القضاء على هذا التيار بصورة كاملة لم تبدأ في السودان، تعرف إنها بدأت في شرق أفريقيا، وبصورة ما استتب الأمر في مصر الآن بعودة النظام القديم إلى أن يحكم. لأنه وأنا دائما أقول إنه المشكلة في مصر لم تكن في النظام العسكري القائم، المشكلة كانت في مبارك فقط، لأن مبارك كان لديه مشروع للتوريث، والمؤسسة العسكرية لم تكن ترضى بهذا الأمر. فلما انتهى مبارك وانتهى مشروع التوريث تم ضرب الأخوان المسلمين وحكومة مرسي، وعادت الدولة لمسارها القديم، يحكمها العسكري بنفس الصورة القديمة. تم محاولة تطبيق هذا الأمر في السودان. السودان اختلافه عن مصر إنه جذور اجتماعية ضاربة في المجتمع. حاولت طبعا هم حاولوا، لأنه نحن نعرف إنه المحاور دي أتت بكامل هياكلها التنظيمية وجلست في السودان لفترات طويلة لمحاولة تقديم المشورة
للحاكمين الآن لمحاولة تطبيق عدد من المشروعات في السودان، لكن جميعها فشلت. السبب الأساسي زي ما قلت إنه الجذر الاجتماعي الموجود في السودان طاغي على المسألة السياسية الموجودة في السودان. السياسة في السودان يمارسها السياسي وتمارسها قبيلته ويمارسها أصحابه ويمارسها أهله، وهو ما يستطيع أن يتخذ قرار بماذا عن الناس كلهم. أنا متأكد قدمت للإخوة في الجناح العسكري مشاريع دموية نتحدث في القضاء مرة واحدة وإلى النهاية على كل ما هو يمثل مشروع الإسلام في السودان، لكن من العصية عليهم كان تطبيق هذا الأمر. واحد الجذر الاجتماعي زي ما قلت، الشيء الآخر إنه الحركة الإسلامية في السودان أو المشروع الإسلامي في السودان ما كتلة واحدة تستطيع القضاء عليها. يعني أنت الآن أكبر الأحزاب الطائفية في السودان وأكبر أحزاب كان عندها وجود في آخر الديمقراطية في السودان هي أحزاب تنتمي إلى جذر اجتماعي إسلامي ومشروعها كان مشروع إسلامي. طبعا ده بغض النظر عن مشروع الحركة الإسلامية التي جلست 30 عام في السودان وأصبحت الآن هي أكبر، تضخمت الحركة الإسلامية. أنت الآن في أي قرية من قرى السودان تجد شخص لديه انتماء الحركة الإسلامية، خرجت من مشروع جهادي كبير جدا جدا من الخطورة الآن اللي أنت تواجهها في الشارع، بالذات في وسط المحيط الهادر الآن من التفلتات الأمنية الموجودة في أفريقيا تحديدا، ووسط المشروع برضو اللي قائم على السيطرة على المواني ومحاولة إبعاد روسيا والصين من المنطقة. فدي كلها عوامل ما بتخلي مشروع واحد يقدر يشتغل بحرية في السودان أو في قد تكون متابع معي الآن ما يحدث في منطقة أفريقيا الفرانكفونية، النيجر وغينيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو بالأمس. يعني فدي كلها تفاعلات الموجة الثالثة بتعبير صمويل أنتيغونتو. نحن الآن نعيش في الموجة الثالثة. أريد دكتور أن أربط هذا الحديث وهذه الفزلقة التاريخية، لماذا صمتت الجهود التي ذكرت سواء كان السعودية أو مصر أو الأمارات أو هذه المحاور؟ اليوم أنا ذكرت أن السودان أكثر حاجة لهذه المساعدات حتى يخرج إلى بر الأمان، إذا كانت المنظومة اللي تبنت طرحهم في إطار الحرية والتغيير فشلت تماما في هذا الطرح في أن تحقق استقرار السودان أيضا هو مهم جدا لكل هذه المحاور. أين دور هذه المحاور الآن حتى يمكن أن تقدم مشورة أو نصيحة مع الاحتكام أنه يمكن إلى حد كبير يكون فشل مشروعها تماما الذي أتت من أجله من قبل؟ ما الذي يمكن تفعله الآن من أجل فك هذا الاحتكار السياسي؟ استقرار السودان مربوط بأن يكون داخل المشروع المتفق عليه، يعني هم مستعدين هم ينفقوا في مشروع متفق عليه ومرضي عنه زي ما حصل في جار الشقيقة مصر. نعلم أنه المساعدات المالية كانت تأتي إليها بالطائرات، يعني الأموال كانت تأتي إليها بالطائرات كاش، يعني ما بالتحويلات البنكية. السودان إذا وصل إلى الصيغة المرضية عنها فهم بإمكانهم يساعدوه، لكن لغاية الآن المقاومة الموجودة في السودان من القائمين حتى على قمة المشهد في السودان هو ده اللي بيخلي المساعدات تأتي بصورة يعني بين قوسين بالقطاع، يعني بحيث أنه تبقيهم أحياء ولكن لا تصل بهم لحالة الرفاه الكامل. هم ما يريدون أنهم أولا يسهبوا لأنهم أقرب لهم في تطبيق ما يريدون من مشاريع السودان، لكن بنفس القدر في خوف كبير جدا لأنه نازل حكموا الآن من سنة أو سنتين وما قاموا بأي مشروع حاد متطرف تجاه مسألة الإسلاميين في السودان. يعني والشيء الأساسي زي ما قال الدكتور صلاح بندر في المسألة السودانية هي مسألة خروج ما يسمى بالإسلام السياسي من الحكم، لأنه هو ده الخطر، لأن البذرة موجودة جواه، مشروع بتاع تحرر كامل ومشروع عنده مرجعية دينية وعنده مرجعية عقائدية خطيرة جدا على ناس تفكر إنه الشيء الأساسي بالنسبة لهم هو المصلحة المطلقة. يعني فهم مش مسألة عجز. طبعا في شيء آخر برضو إنه الدول دي برضه الآن ما هي نفسها الدول قبل 5 سنوات 10 سنوات. السعودية الآن لو مشيت قريت القراءات الاقتصادية للسنة الثالثة تحقق عجز في الميزان في الموازنة بتاعتها العامة. السعودية الآن دخلت في حالة بتاعت حرب مع اليمن والمشروع الحوثي، والحوثيين عندهم قدرة على إزاء المملكة بصورة كبيرة لأنهم الآن كانوا يقولوا نحن نريد أن نقضي على المملكة
في نظرية الألف طعنة. هم عندهم قدرات عسكرية كبيرة، لكن صاروخ باليستي واحد ما يكلف أكثر من 100,000 دولار، يكلف السعودية أكثر من 3 مليار دولار لإنشاء منظومة دفاعية عشان تحمي نفسها منه. لذلك تجد لو أنت يمكن أن تعمل المعادلة، يعني أنت لو الحوثي الآن أطلق صواريخ على جنوب المملكة السعودية، وأطلق صواريخ على دبي، وقام بإطراد السفن في المحيط الهادي، وهدد بأنه يكون في تفجيرات، فدي كلها استنزاف للميزانية السعودية بصورة ضخمة جدا جدا، واستنزاف للمملكة العربية السعودية، واستنزاف لدبي أصلا للإمارات المتحدة. فهم أنا أستطيع أن أقول إن هم حتى المداخيل المالية الكافية للنهوض بمشروع دولة مثل السودان الآن، أنا أفتكر إن هم ما يقدروا، غير مستعدين لها. السؤال الثاني في الحالة دي المفروض يدخل المحيط الدولي، لأنه هو عنده التأثير وعنده المداخيل المالية. نحن شفنا فوكلر، سيد فوكلر في السودان، حاول إنه يفعل ما فعله في لبنان، يعني في العراق، وحاول يأتي بمشروع، لكن وجه بنفس ما وجه به الآخرين، وجه بشيئين اثنين: الأول قوة الخصم الذي يواجهه، والثاني ضعف الحليف معه. لأن الحلفاء الذين معه عندما يأتوا في المكتب هو قال كده، يعني نحن نتحدث معهم بصورة كتومة، وطبعا العربي بتاعه شوية ما فصيح، فقال نحن نلتقي معهم بصورة كتومة، وفي الاجتماعات لا يقولون نفس الشيء الذي يقولونه في الخارج، لا يستطيعون أن يقولوا نفس الشيء. وهذه برضو ذكرها حميتي قبل كده، يعني قال والله نازل في الاجتماعات يطالبوننا بفترات انتقالية تتجاوز 10 سنوات، لكن ما يستطيعوا يقولوا الكلام ده في الخارج، لأنه دي سبب بالنسبة لهم ويحاكمهم التاريخ على ذلك. فضعف الحليف المحلي لغاية الآن هم يجعل من يريد أن يستثمر في السودان في شك، يعني هل الوضع الحالي يستأهل هذا الاستثمار الملياري، ولا ينتظر حتى يرى نهاية الأمر يعني. جميل، وضحت الفكرة. دعنا ننتقل إلى الأستاذ محمد أبو زيد كروم من تركيا. أستاذ محمد، دكتور المغداد ربما يكون تحدث الآن بصورة واضحة جدا عن المحاور التي ظهرت في بداية الثورة، بحكم أنها هي داعمة للبرنامج، وقد فشلت القوى السياسية الداخلية في أن تحقق ما أراد، بالتالي الآن حصل العجز. الآن أستاذ محمد كروم، كنا نشهد خلال فترة الأيام السابقة وصول عدد كبير جدا من الوفود الخارجية، سواء كنت تحدثنا عن الوفد الأمريكي، أيضا الوفد الإسرائيلي، أيضا هناك وفد قادم من النرويج، عدد كبير جدا من الوساطات الخارجية. دعنا ننتقل من الوساطة أو من المحاور الداخلية لننظر على المحيط الإقليمي والدولي. ما الذي يمكن أن يحققه المحيط الإقليمي والدولي بهذه الزيارات الكثيفة، وماذا يمكن أن يقدم من مساعدات حتى يستعجل أو يعني يعيد عجلة الفترة الانتقالية إلى مسارها الطبيعي من أجل نهايتها في الزمن المحدد؟ نعم، طبعا الأمم المتحدة موجودة بالبعثة الأممية الموجودة برئاسة فولكر بيرث، التدخلات القريبة موجودة إذا كانت من السعودية أو مصر أو الإمارات، وبعدها دول الترويكا، المجتمع الغربي بشكل عام، الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي. السودان أصبح ساحة للتدخلات وللوساطات الخارجية، لكن الشاهد أنه حتى الآن لم تستطع كل هذه التدخلات أنها تحل الإشكال السوداني، يعني الواقع الحقيقي الذي نعيشه الآن أن كل هذه التدخلات لم تحل الأزمة السودانية. حتى الداخل السوداني معقد، الداخل السوداني اتجاه العسكر أو الاتجاه الآخر من القوى السياسية المدنية، كل له ارتباطاته الخارجية، يعني المكون العسكري هو عنده ارتباطات، جزء مع الإمارات والسعودية، جزء مع مصر، جزء آخر مع أمريكا، جزء آخر مع إسرائيل. المكون المدني كذلك أقرب للاتحاد الأوروبي ولبعض الدوائر الخارجية، ففي صراع داخل المشهد السوداني بشكل عجيب جدا، لكن حتى الآن لم يؤدي إلى حل للأزمة. هل السؤال، هل المجتمع الدولي وكل هذه التدخلات هي الآن تناور في أجندتها، تناور في
تنفيذ أجندتها، ولا فعلا هي عجزت عن أنها تقوم بدور يحل الأزمة السودانية، ولا ده بيسوقنا إلى الإشكال الداخلي في أنه الإشكال هو يحل داخليا، هذه أزمة سودانية سودانية تحل بالحوار السوداني السوداني. هذه هي الخيارات المفتوحة الآن والموجودة، إنه التدخلات الخارجية لم تحل الإشكال وهي موجودة، والساحة السودانية الآن في ظل هذه الهشاشة والسيولة الكبيرة هي مرتع للتدخلات، سواء كان سياسيا أو مخابراتيا أو لصراع الأجندات، لكن في النهاية لا جديد حتى الآن يعني. طيب استاذ كرام، يعني كيف تنظر انت في ظل هذا الوضع المعقد جدا، بحكم انه اخر المساحات اللي كانت مطروحه للتوافق السياسي الداخلي هو ما تقدم به فولكر من دعوه، بحكم انه يمكن ان ييسر ويسهل جلوس القوى السياسيه في مائده مستديره من اجل الوصول الى رؤيه شامله، وهذا هو الحل السوداني السوداني الذي كنت تقصده. انا اريد منك ان تسلط الضوء الى اي مدى يمكن ان تكون هذه القوى السياسيه لها فاعليه، لها برامج، لها اراده ان تغذي مخاطر السودان التي يمر بها الان حتى تجلس هذه الجلسات من اجل توافق سياسي عاجل. نعم، التوافق السياسي بالدرجة الأولى هو يقوم على القوى السياسية السودانية أن تتوافق على حل الأزمة السودانية وتقتنع أنه لا حل إلا بالحوار السياسي. بالنسبة لمبادرة فولكر بيرث، حقيقة هي ليست واضحة حتى الآن، لأنه هو حتى آخر حديث أو آخر تصريح بيقول نحن الآن بصدد بلورة المبادرة بشكل نهائي وتقديمها للقوى السياسية. من ناحية فولكر بيرث هو الأقرب، لأنه يغني على العسكريين حتى وإن كانوا رافضين للمبادرة، باعتبار أنه هو يملك أدوات ويمكن ان يقنع المدنيين في قوى الحريه والتغيير باعتبارهم هم التيار الذي سلبت منه السلطه، وهو الذي يقاوم حتى الان بشكل مختلف عن القوى السياسيه اللي اصلا مبعده عن الواقع او المشهد او الممارسه السياسيه بفعل الوثيقه الدستوريه. لكن اذا وضحت مبادره فولكر بيرث ربما تجد اجماع اكبر حولها، حتى وان كان في اختلاف او في اراء يعني سالبه ضدها، لكن تبدو هي الأقرب. ليه؟ لأنه هو أقرب إلى المكونات التي تملك القوة، المكون العسكري، والمكون الآخر الذي يحاول المكون العسكري التفاوض أو الوصول معه إلى حل، وهو ذو الحرية والتغيير أو المكونات السياسية الأخرى الموجودة يعني. إذا أستاذ كرام، دعني أنتقل للدكتور مقداد. دكتور مقداد، كنت أتفكر أو أتحدث مع عدد من الإخوة الزملاء في ما يمكن أن نلحظه من غياب لمنظومات مهمة إلى حد ما يمكن يكون جزء منها غاب لأسباب وآخر بلا سبب. لو تحدثنا عن منظومتي الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية مثلا، الاتحاد الإفريقي ربما يكون علق نشاط السودان بعد الإجراءات أو قرارات 25 من أكتوبر الماضي التي قام بها البرهان وما عده انقلاب على الأوضاع الدستورية في السودان، وبالتالي علق نشاطه. لكن نزل أين دور الجامعة العربية في مصر الآن؟ ويمكن أن تقوم إلى حد كبير بجهود أو مساعي من أجل يعني إيجاد مخرج من هذه الأزمة. تفتكر لماذا غاب دورها بلا ذكر حتى الآن؟ والله هو ده أنا في تقديري لضعف من المؤسسات دي في حال الاتحاد الأفريقي. طبعاً لضعف منها، ونحن شفنا الاتحاد الأفريقي في الأسبوعين الماضي أرسلوا مبعوث منهم لمقابلة الأطراف الأساسية في المشهد. يعني الجامعة العربية لم تفعل شيء حتى الآن. الجامعة طبعا هي تكتفي بأنها هي تكون ناطقة باسم الجهود اللي بيقوم بها الحلف المصري والأماراتي والسعودي، هم الجامعة ما عندها مبادرة خاصة بها خاصة، هم فقط ينتظروا ما يمكن أن يخرج من اتفاق الحلفاء، وبعد ذلك هم بيدعموا الخط النهائي بتاعهم. بالنسبة للاتحاد الأفريقي، المشكلة الأساسية بعده محدودية قدرته على التأثير، وطبعا لأنه أنت ما عندك مداخيل مالية ضخمة. الاتحاد الأفريقي في شهر يوليو الماضي تقريبا كانت عنده مشاكل مالية حادة جدا، كانت واضحة للأعضاء طالب منهم يساهموا بالاشتراكات بتاعتهم، لأنه عنده مشكلة مالية في تسيير حتى أعماله اليومية. فاتحاد
هيكل بالوضع ده ما بيكون عنده القدره بتاعه التاثير، قد يكون هو يحاول انه هو يكون مجرد وسيط لتقريب وجهات النظر، لكن ما حيكون عنده القوه الحقيقيه لفرض وجهه نظر. الجامعه العربيه تستطيع، لانه زي ما قلت لك هي ناطقه باسم حلف اكبر شويه من الاتحاد الافريقي، لكن طبعا الحلف اذا زاد هو مجرد رافعه اقليميه لجهات اخرى. فهو الجامعه الافريقيه ستنتظر ما ستسفر عنه حرب المحاور. انت في شيء مهم جدا ما احنا ما اشرنا له، وطبعا انه في اكثر من محور شغال في السودان، يعني الروس والصينيين مثلا. الصين عندها الان مشروع بتاع طريق الحرير ده اللي هو الحزام والطريق، وده مشروع ضخم جدا، ده مشروع بيستهدف انه بنهايه العام 2050 انه يحول الهيمنه التجاريه بصوره كامله الى الصين. وهذا الطريق يمر بالمنطقه بتاعتنا بالضروره، لانه يمر بالطريق البحري، يمر بالموانئ بتاعتنا. الصين عندها يد كبيره جدا فيما يحدث، والروس هم ايضا الان يستعيدوا قواهم، يستعيدوا الى مرحله اخرى من النزاع. شايفين كلنا ما يحصل الان بين اوكرانيا، في اوكرانيا ما بين الروس وما بين الامريكان. الروس ايضا الان عندهم مطامع وعندهم تاريخ استعماري في المنطقه وكذا يعني. فالمحور ده برضه محور الصين روسيا، ده محور ضخم جدا، ده محور فيه اكثر من خمس قوى في العالم، اكثر من 30% من قوه العالم، خمس السكان في العالم، معاهم ايران، تركيا تتدخل بصوره خجوله جدا، لكن برضو عندها ازرع. ففي وسط هذا المحيط الكبير من التداخلات الاقليميه والحرب الاقليميه، انا ما اقدر اجد اي وجود للاتحاد الافريقي. للاسف الاتحاد الافريقي الان سمكه صغيره جدا في محيط يمتلئ بالقروش، واذا هي حاولت تتحرك يمكن ان يتم القضاء عليها. طبعا هذا عطفا على انه برضه في التاريخ الاتحاد الافريقي ما كان عنده دور كبير في المسائل التي تحدث في المنطقه، وإجرائية هي كل التحركات بتاعته كانت إجرائية، بتجميد عضويه هذا البلد، ولا توجيه مناشده لذاك البلد ولا. لكن راينا حتى القوات الافريقيه اللي كانت موجوده في دارفور كانت قوات مغلوبه على امرها، يعني كان حتى المواطنين العاديين يتجروا عليها لانه ما عندها القدره لحمايه انفسها، عطفا على ان هي تحمي الوظيفه بتاعتها الاساسيه. فلذلك انا ما اعول كثير على الاتحاد الافريقي. وزي ما قلت لك جامعه الدول العربيه بطبيعه تكوينها ايضا ستنتظر حتى تصل الى نهايه التطورات الاخيره بالنسبه للمحور الاقليمي الشغال، وبعد ذلك تجي وهي تضع حبه الكرز في قمه التورتا، وتدعي انها هي حاولت ان تجتهد وتتويج لجهودها وكذا، فما تتوقع الشيء. والشاهد على كذا انه طوال هذه الفتره ما استقبلنا واحده منهم من جامعه الدول العربيه، ما جاءنا احد منهم وسالنا ماذا تفعلون وكيف يمكن ان نساعد. ما يهتموا بمواضيع اخرى، هم يهتمون بالجليد المتساقط في معسكرات اللاجئين في سوريا والقضيه الفلسطينيه الاسرائيليه، لكن ما يهتمون كثير بما يحدث في جنوب مصر السودان، يعني كيف ان الناس يموتون في الشوارع وان الامر ينتهي لاحتقان كبير يعني. فلذلك لا تعويل عليهم الان، لكن ننتظرهم، عسى الله سبحانه وتعالى ان ياتي بفرج من عنده يعني. جميل دكتور مغداد، دعني أنتقل للأستاذ محمد وزيد. أستاذ محمد، كثير من المبادرات التي دفعت بها القوى السياسية خلال الأسبوعين الماضيين لم تجد طريقها على الأقل في التوافق السياسي، لكن تابعت أنا بالأمس تصريح لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يتحدث عن أنه أكثر التزاماً الآن ودعما لعملية التحول الديمغرافي في البلاد، ولا بد من حوار شامل، وذكر أن هذا الحوار الشامل باستثناء فقط المؤتمر الوطني. ما هي الآليات من وجهة نظرك ومن متابعتك التي يمكن أن يتخذها رئيس المجلس السيادي من أجل هذا الحوار الشامل مع كافة القوى السياسية الموجودة الآن داخلية في السودان؟
بغض النظر عن حديث الرئيس بالسيادة أو غيره، لكن حقيقة ما في مبادرة مطروحة. يعني المبادرة شنو مقدمة من رئيس مجلس السيادة أو من المكون العسكري للقوى السياسية؟ حتى الآن ليست هنالك مبادرة إلا مبادرة فولكر بيرث التي طرحها وهي غير مكتملة حتى. لكن الحديث عن حوار مع جميع الأطراف عدا المطار الوطني هذا حديث قديم ليس جديد، يعني ما فيه جديد، لكن آليات موجودة أو أفعال على أرض الواقع حتى الآن ليست هنالك شيء. يعني ليس هنالك شيء يستطيع الناس أن يقولوا هذه واحدة واثنين وثلاثة من النقاط للحوار أو للنقاش، هذه ليست موجودة، مجرد حديث، مجرد تصريحات، لكن واقعيا ليس هنالك عمل تم مع القوى السياسية المختلفة. هم الآن بينظروا للشارع ولنبض الشارع وللقوى السياسية الأخرى التي تجاذبهم، إذا كان المجلس المركزي في قوى حرية التغيير أو القوى الأخرى التي انشقت من المجلس المركزي قوى الميثاق الوطني، فهذا هو الصراع الدائر، لكن ليست هنالك مبادرة واضحة حتى الآن. بغض النظر عن الشارع والميثاق الوطني او الحريه والتغيير، استاذ ابو زيد، الان حينما نتحدث عن الحوجه الى حل اشكال اساسي سياسي موجود في البلد، لابد ان تكون هناك رؤيه. اذا كان تحدثنا الان ان القوى السياسيه لا تملك رؤيه، مجلس السياده، رئيس مجلس السياده تحدث عن انه ملتزم بمساله التوافق السياسي والوفاق السياسي، هو لا يملك رؤيه. الشارع الان الذي يتحرك ايضا بمليونيات متعدده، في الأسبوع 3 إلى 4 مليونيات، هو أيضا لا يملك رؤية. إذن أين الرؤية وأين الأفق للحل؟ الوفق للحل أن يتوافق الجميع ويتواضع الجميع وتبعد الأجندات الخارجية، أن يتفق الناس كلهم على أن السودان للسودانيين كلهم، هذه النقطة الأساسية والرئيسية التي إذا اتفق الناس عليها ربما نمضي إلى الأمام. لكن هنالك مناورات، مساحة من المناورات السياسية، يعني القوى المدنية الأخرى الموجودة في قوى الحرية التغيير ترفض التعامل مع القوى السياسية الإسلامية والوطنية التي كانت جزء من المشهد السياسي السابق، والعسكريين يناورون بين الطرفين، ليست هنالك رؤية واضحة حتى الآن. لم يتم الاعتراف من المكون المدني الآخر بالآخرين، المكون الذي كان يحكم، وحتى العسكريين غير واضحين في رؤاهم، يعني لم يوضحوا الرؤية. أنت لما تجي كمجلس عسكري وتريد أن تقدم أطروحة للحوار، أنت بتجي بمنطق بتحددها، بتفصلها، بتحدد مطلوباتك للحوار، بتوضحها للشعب السوداني، الشعب السوداني يتعامل معها. لكن الأحاديث الغير محددة وغير مرتبة ده مجرد أحاديث، تعال وتحدث عن حوار بنقاط محددة، أنه في النقاط هذه سيتحاور السودانيين جميعهم ما عدا الحزب الفلاني، وسيجلسوا إلى طاولة حوار أو طاولة تفاوض. لكن لما تجي تطلق الكلام فقط، مجرد الكلام، فهو حديث يعني ليس إلا نسمع به دائما يعني، ولا نرى شيء. إذن الجميع الآن يقبض الريح، ولا مساحة مثلا لرؤية واضحة حتى يتوافق الشعب السوداني بقواه السياسية حولها من أجل هذا المخرج. دعني أنتقل إلى الدكتور مغداد. دكتور مغداد، أفريقيا بصفة عامة بما فيها القرن الأفريقي والدول المجاورة الآن، كثير من الأحيان تعتمد مسألة الحلول العسكرية والحلول الأمنية أكثر من أن تذهب تجاه الرؤى والأفكار السياسية. بالأمس أنا تابعت زيارة للسيدة زينب علي كوتو، السكرتيرة التنفيذية لمنظمة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية. هل تفتكر أن يمكن أن تنجح في هذا الوضع المعقد أي مجهود أمنية بعيدة عن العمل السياسي؟ وفي حالة انسداد الأفق السياسي الآن في البلد، هل يمكن أن تصلح التدخلات الأمنية والملفات الأمنية فيما يمكن أن تضع صورة للحلول في البلد المعقد مثل السودان الآن؟ والله يا أخي، المؤسسة العسكرية في إفريقيا هي تأثيرها على السياسة تأثير طاغي جدا جدا، تأثير كبير جدا. ولو نحن أخذنا مثلا الحالة السودانية، عندنا المؤسسة العسكرية في السودان الآن أصبحت هي حزب سياسي قائم لوحده، يعني لأنه منذ الاستقلال القوى العسكرية السودانية دائما كان المدنيين يلجؤون إليها لتحكم البلاد ولتفصل في الخلافات ما بينهم.
نحن نعرف انه في انقلاب 64 في انقلاب 59 جاء سياسيين وذهبوا الى فريق عبود وسالوا ان يستلم السلطه. انقلاب 69 سياسيين بعد مساله خروج الحزب الشيوعي من البرلمان عندهم تنظيم داخل الجيش يستلم السلطه. في 89 الحركة الإسلامية بعد مذكرة الجيش الشهيرة فعلت زراعة العسكري داخل الجيش وسلم السلطة. فالعساكر طوال هذه الفترة كان دائما هم بيفتكروا نفسهم أنهم المخرج لأزمات البلاد. عشان كده تشكلت لديهم عقيدة عسكرية وسياسية في نفس الوقت بقدرتهم على إيجاد الحلول للمشاكل بتاعت الشعوب اللي هم بيكونوا عايشين فيها. يعني المسألة دي ما موجودة في السودان فقط، يعني أنت تجد شمالاً الشمال الأقصى من السودان يحكمه العسكري، الآن الغرب الأقصى والأقصى منه يحكمه العسكري، الجنوب الغربي يحكمه العسكري، الفرانكفونية الآن كلها تتجه إلى أنها تعود إلى محمية عسكرية كاملة للعسكري. فتشابك والتشابك المصالح الأمنية بالذات في حصر داعش المسألة جعل المؤسسات العسكرية في إفريقيا لديها ترابط ضخم جدا جدا. يجب برضو أن لا نغفل الدور الذي قامت به الأفريكوم اللي هي المؤسسة العسكرية بتاعت أمريكا الموجودة في المنطقة والرئاسة بتاعتها تقريبا في جزيرة بتاعت مش في موريشيوس تقريبا. هي طبعا كان حاول يحول القياده بتاعته للسودان لاسباب لوجستيه، يعني لان السودان اقرب لهم من المناطق من من من, من الساحل من الجزيره الموجوده على الساحل. الوجود العسكري انا اثمن عاليا زياره المبعوث الامني زين، وده مقروء بانه قبل شهرين او ثلاثه شهور كان في اجتماع لاجهزه الامن والاستخبارات في القاهره والسودان كان مشارك فيه. السودان بالمناسبة مقبول أمنيا، والمؤسسة الأمنية السودانية مؤسسة محترمة على مستوى القارة الأفريقية، عشان كده هم ما بيستبعدوها مهما كانت المشاكل السياسية الموجودة في السودان، والإمكانات بتاعته عالية جدا إذا كانت الإمكانات اللوجستية ولا إذا كانت إمكانات التدريب ولا الخبرات، لأنه برضو طبعا ده برضو حصاد الإنقاذ. الإنقاذ عمل جهاز بتعامل كبير جدا ضخم جدا، وجميعنا نعرف إنه المسؤول الأمني الوحيد الذي أرسلت له طائرة في الصيصة لحضور اجتماع في السي اي اي هو مسؤول سوداني كبير، يعني أرسلوا له طائرة وقالوا له أريدك في اجتماع، فذهب في اجتماع وعاد به طائرة مرة أخرى. يعني فوجودهم قد يكون مهم لاحتواء آثار الموجات الارتدادية اللي بتحصل من مسألة النزاعات السياسية الموجودة في المنطقة، لأنه ده بيأثر عليها. زي ما شوفنا نحن السبب الاساسي للانقلاب اللي حصل في بوركينا فاسو هو المشكل السياسي، وده كان اثر على المساله الامنيه، لانه بوركينا فاسو في اقل من 3 شهور اكثر من 2000 قتيل جراء الحرب الموجوده هناك. يعني فالاشكال السياسي دائما اللي بيتاثروا منه هم الناس الامنيين، اذا كانوا الناس الامنيين التنفيذيين ولا اذا كانوا الامنيين الموجودين على الارض. والأمنيين بطبعهم ناس عمليين، يعني عندما يجدوا المسألة المشكلة يتجهوا مباشرة إلى الحل. السياسيين طبعاً دارين يجلسوا ويشوفوا المبادرات ويعملوا الموازنات، والعملية اتخاذ القرار عندهم شوية معقدة، أما الأمنيين فعملية القرار عندهم أسرع. فأنا أتوقع أنه هذه المبعوثة أيضاً جاء برسائل أخرى، إما رسائل تطمينية أو إما رسائل تحذيرية في بعض، لأنه هي أيضا لا تمثل نفسها. يعني طبعا أنت تعرف أنه المؤسسة الأمنية الأفريقية يتم السيطرة عليها بصورة كاملة من قبل 5 أجهزة استخبارات في العالم، أهمها الجهاز الفرنسي والجهاز الإنجليزي والسي آي إيه طبعا بالضرورة، يعني إضافة للألمان والبلجيك. وده شيء غريب طبعا، ناس ما يعطوه اهتمام انه كيف بلجيكا وما أهمية أفريقيا بالنسبة لبلجيكا عشان يكون عندها وجود أمني كبير في أفريقيا، لكن هذا ما يحدث طبعا، وفي أسباب أكيد المسألة دي. يعني فنعم وجود الأجهزة الأمنية الأفريقية في المنطقة قد يدفع بعجلة الحل إلى الأمام قليلاً، يعني قليلاً، لأنه هي الأجهزة الأمنية معظمها باستثناء شرق أفريقيا والجنوب الأقصى من أفريقيا أدنى
من جهاز الأمن السوداني، فبذلك ما تستطيع أن تضغط عليه، ممكن تنصحه فقط وتقدم له المشورة لكن لا تستطيع أن تفرض عليه الحلول. ربما تظل مساحة الحلول هي الآن محل بحث لكل الأجهزة سواء كانت سياسية ولا الأمنية أفريقيا وعربيا وعالميا. أستاذ محمد أبو زيد، دعني يعني أدلف قليلا لمناقشة الوضع الأكثر تعقيدا ومع عليه اتفاق جوبا للسلام. لو اعتبرنا أنه هذه الفترة الانتقالية بالضرورة هي شراكة وفيها جزء كبير من القوى السياسية ومنظرة الحديث عن التحول السياسي، لكن هناك جانب آخر أيضا له مستحقات كثيرة، يعني متمثل في حركات الكفاح المسلح وتبغي اتفاق السلام لجوبا. بالأمس الغريب شهدنا زيارة المبعوث أو ممثل دولة الجنوب تود غولواك إلى السودان، وقد جلس ربما مع الأطراف الموجودة سواء كان حركات الكفاح المسلح أو الحكومة التي يمثلها الآن البرهان كفترة انتقالية. تفتكر هل يمكن أن تزعف هذه الأطراف في إطار الفترة المتبقية القليلة أن تسهم في مسألة استيعاب حركات الكفاح المسلح ودفع استحقاقات السلام كاملة من أجل التحول الديمقراطي في البلاد؟ مسألة اتفاق السلام طبعا الذي تم توقيعه هو مع الجبهة الثورية، الجبهة الثورية حتى الآن بكل مكوناتها موجودة في الخرطوم وموجودة كجزء من الحكم، وحتى بعد التغيير الذي حدث في 25 أكتوبر تم استثناءها من التغيير ووزراءها ما زالوا يمارسون صلاحياتهم وموجودين على منضدة الحكم. يعني الحركتين اللتين لم توقعا يعني هي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، هي خارج التوقيع الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان، وعجزت الوساطة عن الاتيان بهم إلى طاولة التفاوض لأنهم بيحملوا مشروع لا بد من أنه يتم تنفيذه، وإلا لا سلام ولا تفاوض ولا اتفاق. دي النقطة الرئيسية. الإشكالية الكبيرة التي تواجه اتفاق سلام جوبا هي المسألة المرتبطة بالترتيبات المالية، هناك إشكال في الصرف على هذا الاتفاق، ولم يجدوا حتى الآن ممول يمول هذا الاتفاق وتنفيذه، لأنه الاتفاق فيه تعقيدات تعويضية كبيرة جدا جدا تم التوقيع عليها دون الحصول على ممول. للأسف المجتمع الدولي والدول القريبة مننا لم، ربما يكون هناك انقطاع الاتصال بيننا وبين الأستاذ محمد أبو زيد. دكتور مقداد، إن كنت تسمعني يمكن أن أواصل معك لحين دخول الأستاذ محمد أبو زيد كرام. طيب، أنا الإشارة اللي ذكرها محمد أبو زيد ممكن أربطها مع الكلام اللي أنا ذكرته في الأول، إنه المستثمرين الكبار في المنطقة يخافون إنه هم يلقوا بكل أوراقهم في المشهد السياسي. وطبعا اتفاقية جوبا للسلام لما تمت كان فيها رعاة، وهؤلاء تكفلوا بالتزامات الاتفاقية، لكن بعد ذلك هم أحجموا عن تمويل الاتفاقية لأنهم زي ما قلت لك متشككين في نهايات هذا المشهد، وما عايزين يشوفوا ماذا سيحدث في السودان، وهل يستحق ما سيحدث في السودان إنه هم ينفقوا هذا المبلغ الضخم عليه، ولا نتكلم عن مبالغ ضخمة، مبالغ شهرية لا تذهب الى الموقعين على الاتفاق والى مناطقهم، ودي مبالغ ما لا يستطيعها السودان لوحده يعني. فالممولين الان المستثمرين الكبار في السودان ما لن ينفقوا حتى يكون في مشهد مستقر في السودان، ويقدروا هم يشوفوا نهاياته، ويقدروا هم يدركوا حجم تاثيرهم عليهم اذا كان بالسلب او بالايجاب. اذا كان هذا المشهد لا يخدم قضاياهم بالتاكيد لن يستثمروا ولن ينفقوا، وإذا كان سيخدم مستقبل مشروع سياسي في المنطقة بالتأكيد حيستهموا إيجابا في هذا الأمر. لكن ما لم تنتهي المسألة السياسية الموجودة في مركز السودان، كل الأطراف ستظل تعاني طبعا. الاتفاق سيكون اتفاق كسيحي إلى حين انتهاء المعارك السياسية الموجودة في المنطقة ما بين شارع النيل والخرطوم ثلاثة، يعني اللي هي منطقة وسط الخرطوم. ولو ما انتهت المسألة السياسية في المنطقة دي فكل السودان الآخر سيعاني يعني إلى حين يعني. أستاذ محمد أبو زيد، هل تسمعنا الآن؟ أستاذ محمد أبو زيد،
يبدو ان انقطع الاتصال بيننا وبين الاستاذ محمد بزيت لحين ما يعود. دكتور مغداد، هناك نقطه اخيره اريد ان اتحدث فيها ونحن على مشارف ختام هذه الحلقه. في خطاب السيد البرهان خلال الاسابيع الماضيه تحدث عن وقف اطلاق النار في السودان بصفه عامه، في اشاره الى ابداء حسن النيه ودعوه حركه الكفاح التي لم تلحق الاتفاق كعبد الواحد محمد نور والحلو للحاق بعملية السلام في السودان. أيضا سمعنا خلال الأيام مضت في دولة جنوب السودان كذلك دعوة لوقف إطلاق النار وجلوس لعدد من الفصائل كذلك اللي كانت متمردة على دولة الجنوب، وتم توقيع اتفاق سلام في السودان خلال الأسابيع الماضية. كيف تقرأ أو تربط بين النقطتين من أجل استقرار؟ أيضا بالضرورة استقرار جنوب السودان هو مهم للسودان واستقرار السودان مهم لجنوب السودان، كيف تقرأ هذه المساحة؟ الحالتين مختلفات. حالة السودان أعلن وقف إطلاق النار مع فصائل غير مقاتلة أصلا. الفصائل المقاتلة الموجودة تم القضاء عليها في جوزدنجو بواسطة الدعم السريع، والقوات الآن التي تقاتل عبد الواحد محمد نور ما عنده القوة العسكرية اللي بتحمل إشكال كبير بالنسبة للسودان. حتى ممكن الحلو لأنه يسيطر على مناطق الأرض، والحلو محمي طبعاً بالاتفاقات الغربية، وهو لا يقاتل الآن، معروف يعني هو توقف عن قتال لفترة طويلة في انتظار اتفاق سياسي. مسألة اتفاقية وقف إطلاق النار من الجانب السوداني هو مجرد إعلان سياسي يقول للآخرين نحن راغبون في أن نصل لنهايات بمسألة النزاع السياسي بالنسبة للنزاع العسكري، لكن هو عن الأرض يعني المراقب يستطيع أن يقول إنه ما قبل وقف إطلاق النار لم يكن هنالك إطلاق نار أصلاً. يعني آخر معارك، آخر فصائل مسلحة حقيقية موجودة الآن بقواتها داخل الخرطوم اللي هي فصائل العدو والمساواة ومن بأن يقتل الكثير يعني. لكن الجنوب السودان مشكلة حقيقية. أنا أتوقع طبعاً الانقلاب القادم في أفريقيا حيكون في جنوب السودان، هذه توقعات يعني من خلال ما قرأت في من خلال متابعة المشهد في الجنوب. الجنوب الوضع غير مستقر تماما. سيلفا كير بعد اتفاقه الأخير مع رياك مشار انقلب عليه طبعا مرة، واتفق معه مرة أخرى وانقلب عليه مرة أخرى، واتفق معه مرة ثالثة وكذا. والآن نشأت مراكز بتاع قوة في الجنوب. سيلفا كير لا يستطيع أن يخاطبها لوحده، لا هو كسيلفا كير عن طريق المؤسسة السياسية ولا القبيلة تحت الدينك التي يمثلها. الآن أصبحت الدولة عاصية عليه، وكل يوم نحن نشهد أنه هو يرقط واحدا من أصابعه الذي تدير المشهد. لو استمر هذا الوضع بهذه الصورة، مسألة تحت وقته سيفقد كل أصابع يديه التي تتحكم في المشهد في جنوب السودان. والانقلاب يعني الانقلاب هم طبعا من الجنوب، أنا ما أعتقد أنهم حيكون في ثورة شعبية مثل ما حدث في السودان، لأن الثورة عندها أشراط لازم تكتمل، والثورة هي عبارة عن مجهود بتاع واحد يعني. لكن في جنوب السودان الشعب لسه بعيد من مسألة التعاطي مع المسألة السياسية بصورة كاملة، والفاعلين الأساسيين في المسألة السياسية هم الرأسمال والمؤسسات الأمنية والعسكرية، الملايش يعني الميليشيات التي تحدد البوصلة السياسية في جنوب السودان. لكن وجود مبعوث جنوب السودان في طبعا الناس يقولون انه هو لا يتحدث باسمه، هذا الذي اتانا من جنوب السودان، وان التصورات التي اتى بها ما تصوراته هو، والتصورات بتاعت شخص اخر يعني الناس بيعرفون من هو، وهو يمثل ذلك الشخص يعني. لانه برضو الوسيط، اي وسيط لازم يكون عنده القوه يعني، اذا اختلف اثنان وادخلوا شخص ثالث ليتوسط بينهم، فالشخص الثالث يجب ان يكون لديه القوه لفرض رايه عندما يصل الراي النهائي. فما هي قوه جنوب السودان لتفرض راي علينا اذا هم قالوا والله يا اخي يحدث هكذا وهكذا وقول لا نحن لا؟ فما هي ادواتهم الغليظه التي تمكنهم من أن يعني أن يمرضوا ما يريدون؟ لكن نحن المراقبين يعرفون أن السيد قلواك يعني يمثل رافعة أخرى، الناس يعرفونها جيدا ويتعاملون معه، لذلك عندما يتحدثون معه لا يخاطبونه هو، ولا يخاطبون جنوب السودان، لا يخاطبون ما وراءه،
كلنا نعرف من هو ما وراءه والذي لا يريد أن يصل بالمشهد يعني. أنا الفكرة دكتور مقداد، دعني أتحرك لدكتور الأستاذ محمد أبو زيد كروم. محمد هل تسمعنا؟ نعم أسمعك، نعم أسمعك. لا انقطع الاتصال بيننا وبين نعم محمد، نحن على خواتيم هذا الحلقة، لكن هناك أيوة نقطة أريد أن أسمع تعليقك عليها. أستاذ الدكتور مقداد ذكر أن الاستحقاقات التي يمكن أن تدفع أو يجب أن تدفع لعملية السلام والتحول الديمقراطي في البلاد هي ليست بالضرورة الهدف منها الأساسي استقرار السودان وشعبه، بقدر ما إن هي تطمح للتغيير الفاعل الذي يمكن أن يحقق مشروعات يريدها الذين يساهمون بأموالهم. كيف تقرأ هذه النقطة وأثرها على اتفاق سلام جوبا؟ ما هي حرب الأجندات الموجودة دي؟ كل طرف عنده أجندته التي يريد أن يحققها، يعني ما في العمل السياسي والعمل التدخلات الإقليمية والخارجية هي ليست أعمال خيرية ولا مؤسسات خيرية، هي أكيد حرب أجندات وحرب مصالح. إذا كان بالنسبة لاتفاق جوبا هنالك يعني جهات لها مصالح في أن يتم الاتفاق، نحن من قبل استضفنا يعني التفاوض بين مشار وسيلفاكير لاعتبارات كثيرة، يعني اعتبارات الجوار، اعتبارات أنه عندنا مصالح حقيقة من هذا السلام، يكون عندنا قدرة على أن نمسك خيوط داخل الدولة جنوب السودان، بالتالي كان هو الدافع لجنوب السودان في أنه يتحرك ويتدخل بالأدوات البسيطة التي يملكها، يعني يملك التواصل مع الحركات المسلحة، يعني كان يأويها يقدم لها المساعدات، فبالتالي هو له عليها كلمة حتى إذا كان لا يملك القوة السياسية أو المالية. لكن من ناحية أخرى يمكن أن نتساءل لماذا لم تدعم الإمارات السعودية وهي التي تقيم علاقات طيبة مع حميتي الذي تصدر لهذا الاتفاق، يعني اتفاق سلام جوبا، ولي المكون العسكري الذي يقوده البرهان، لماذا لم تتحرك السعودية والإمارات لدفع أموال مثلا لتنفيذ الاتفاق؟ يعني ليه؟ لأنه هنالك أجندات لم تتحقق، يعني أو عندها مصالح لم تتحقق، فبالتالي حرب الأجندات موجودة. أنت لا يمكن أن تتدخل في عملية تفاوضية أو كذا إلا يكون عندك فيها مصلحة، هذا معلوم يعني ومعروف بالضرورة يعني. جميل أستاذ محمد أبو زيد، أنا على ختام هذه الحلقة أشكرك كثيرا. دعني أنتقل للدكتور مقداد في سؤال أخير قبل أن أختم. دكتور مقداد، الآن في إشارة إلى هذا القرن الأفريقي وأفريقيا تحديدا في إطار التغلبات التي نتابعها الآن، انقلابات عسكرية هنا وهناك، كيف تقرأ مستقبل القرن الأفريقي وأفريقيا تحديدا وأنت باحث في مسألة التحول الديمقراطي ودراسات أيضا المجتمع؟ ما الذي يمكن أن تستخلصه مستقبل الغريب لهذا القرن الأفريقي يعني؟ والله شوف، الآن أفريقيا نشهد مرحلة بتاعت تحول كامل. صامويل إنجيلاتون عنده كتاب اسمه الموجة الثالثة، بيتكلم عن مسألة التحول الديمقراطي في العالم، وصحيح المرتكز الأساسي بتاعه كان المسألة الأوروبية ابتداء من عام 75، يعني وما حدث في البرتغال وأسبانيا وغيره، لكن في القراءات بتاعته أشار للمنطقة الأفريقية، ويتكلم إنه ما بعد العام 89 هي تحول آخر، تحول معاكس ضد المسألة الديمقراطية. وكان عنده قراءات وعنده إحصاءات إنه تحول الدول الأفريقية إلى الديمقراطية، لكن بعد ذلك تحولت هذه مرة أخرى إلى دول شمولية أو ديكتاتوريات عسكرية أو ديكتاتوريات مدنية، يعني عن طريق الحزب الواحد الذي يحكم. في دول مستقرة كثيرة تشهد ديكتاتوريات مدنية، مثل تنزانيا مثلا منذ الاستقلال يحكمها حزب واحد، رواندا بعد الأزمة الكبيرة يحكمها بول كاغامبي لوحده، هو حادر الدستور يحكم مدى الحياة. والآن نشهد موجة تحول إلى حكومات عسكرية، طبعا دي بالذات في المنطقة الفرنكفونية، لأنه هم يقع عليهم ظلم كبير جدا. يكفي أن تعرف أنه أكثر من 8 دول فرنكفونية أفريقية البنوك المركزية بتاعتها موجودة في فرنسا في باريس، ما موجودة في دولها، يعني بوركينا فاسو هذه التي قطعت او ما التي قطعت علاقتها مع فرنسا، البنك المركزي موجود في باريس، ما موجود في 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 مالي، وللصرف على قروض المواطنين يحتاجون اسم باريس، وباريس تسالهم اذا اخذتم هذا المبلغ متى تردوه الى البنك المركزي.
ويعني النيجر مثلا هي كل يعني القراءات بتقول انه افريقيا الان بعد الوعي الذي وصلت اليه معركه الوعي هذه الطويله ومعركه الارادات الحره في بوركينا فاسو والتي بدا الاباء المؤسسون الى توماس سنكارا في بوركينا فاسو الان هذه اصبحت تؤتي ثمارها. الان في تململ كبير من الشعوب الافريقيه تجاه استقلاليه القرار السياسي واتجاه منفعه الشعوب واتجاه الوصول الى نظم بتاع حكم مستقر. وطبعا زي ما قال ارسطو لا يوجد نظام حكم يحقق الرضا الكامل لكل المواطنين، لذلك مساله التململ هذه حتكون موجوده. لكن الان اذا نحن بنتكلم على اقل من 6 شهور وهنالك اكثر من 6 تجاهلات انقلابات عسكريه ناجحه، صحيح بعضها غير معترف به لكن بعضها معترف به، وما حدث في تشاد الفرنسيين في نفس الاسبوع وافقوا يعني اعترفوا بالانقلاب على غير ما فعلوا طبعا في مالي لان الرجل يريد ان يذهب بمالي جميعا الى روسيا والصين، فلذلك وقع عقوبات عليه. لكن في تشاد يعني دب الابن متى ما استتب له الحكم حتى جاء الرئيس ماكرون يعني وزاره وحضرت حفل تنصيبي وكذا. فللاسف افريقيا ستعيش مرحله اضطرابات جديده لانه العالم كله الان اصبح يتكلم عن افريقيا، انت تسمع عن اجتماع افريقيا والصين، اجتماع افريقيا والولايات المتحده، افريقيا والهند، افريقيا وكذا يعني. الان العالم يتجه الى افريقيا يعني الثروات الضخمه الموجوده او القوى البشريه الكبيره والقنوات غير المحدوده، لذلك صراع المحاور الدوليه في افريقيا حينشا عنه بالضروره تغيرات في انظمه الحكم في كل افريقيا حتى الدول المستقره منها. انت الان اكثر دول استقرار هي منطقه الجنوب الافريقي منذ ما بعد مانديلا ومنطقه الشرق الافريقي الشمال الافريقي، لكن كل الشريط الشمال الافريقي الان مستعر كله من القاهره وحتى نواكشوط كلهم يعني غير مستقرين يعني. فنسال الله السلامه، نسال الله انه سنرى ماذا سيحدث يعني. شكرا لكم الضيفي الكريمين الدكتور المغداد أبن طه الباحث في قضايا التحول الديمقراطي ودراسات المجتمعات، كنت معي الضيف عزيز وكريم من القاهرة. أيضا الشكر يمتدل للأستاذ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد أبو زيد وكروم وهو كان معي أيضا من تركيا. أنا شاكر لكم كثيرا لوجودكم معي في هذه المساحة وإضاءتكم عليها بكثير من النقاط والمسائل الجوهرية المهمة. أيضا شكرا لكل متابعي في قناة القرن الأفريقي في برنامج أضواء على القرن الأفريقي. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، هذه تحياتي لكم، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا.